النهارده ان شاء الله اخر محاضره رقم 75 يا اولاد. الناس دايما بتقول شو يسالها هنذاكر منين؟ يا عم الحاج ذاكر من الكتاب، ما تقعدش تضغط نفسك وتذاكر بالباور بوينت والكتاب طبعا. وتحيه للناس اللي ما بتذاكرش لا من هنا ولا من هنا فزي الفل، بس الناس اللي تعبه نفسها اللي هي تذاكر من الكتاب والباور بوينت مش هتستفيد حاجه، لان اللي هنا هو اللي هنا مش اي فرق خالص. ممكن الباور بوينت يبقى فيها مثلا صوره زياده مثلا ماشي مش مشكله، انما المذاكره نفسها من الكتاب خلاص. طيب فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الجيت. في حاجة اسمها الجيت. الجيت دي اللي هي الطريقة المشي خلاص؟ بنعمل لها حاجة اسمها أناليسيس، زي ما أنتم خدتوا في الإيفال إن الجوينت له رينج أوف موشن. طيب أنا عاوز أعمل له أناليسيس أو عاوز أقيمه هعمل إيه؟ هقيس الرينج أوف موشن سواء قليل أو في مشكلة أعرف إن في مشكلة خلاص؟ المشي بقى لو في مشكله بقدر اعمل حاجه اسمها اناليسيس تمام، بدخل العيان ده في معمل تمام واحط له على المفاصل بتاعته زي حاجه اسمها ماركرز. ماركرز زي علامات كده خلاص. الماركرز دي في منها كذا نوع تمام، اشهر نوع وده موجود عندنا بيسموها ريفلكتيف. ريفلكتيف اللي هو حاجه بتعكس الضوء ماشي الحال، يعني انت بتحطها عند المفصل بتاع العيان والعيان بيمشي، وبعدين حضرتك عندك كاميرا بتصور الكلام ده بس بسلو موشن خلاص، وكل الداتا دي بتروح للكمبيوتر بيحلل لك بقى ايه البيانات دي، يقول لك والله ده الهيب عمل فريكشن كام درجه، النية عملت كذا، الانكل عمل كذا ماشي الحال. طيب فده بنسميه اناليسيس، ازاي تقيم الجيت، لان في حاجه اسمها النورمال جيت الطريقه العاديه الطبيعيه للمشي، وطبعا في حاجه اسمها ابنورمال خلاص. طيب اللي احنا هنشرحه النهارده اللي هو النورمال، لان الابنورمال هتاخدوه بعد كده في الاجسام، بمعنى لما تيجوا مثلا في اسم الاعصاب هيقول لك ده الحالات اللي هي بتاعت الهيمبليجيا اللي هي الشلل النصفي بتمشي بطريقه معينه، فلما تشوف المشيه دي تقول والله ده الراجل ده عنده هيمبليجيا من غير حتى ما تساله ماشي الحال. او الناس اللي عندها حاجه اسمها البوليو اللي هو كان عندهم شلل اطفال قديم بيمشي بطريقه معينه، او معرفش بقى تحطها في الايفال ولا لا، الناس اللي عندها مشكله في الجلوتس ميديس مثلا بيمشي بحاجه اسمها واتلنج جيت تمام. فانت لو شفت العيان ده داخل لك تعرف ان هو عنده مثلا مشكله في كذا تمام، فدي بنسميها ابنورمال جيت، يعني الطريقه مش طبيعيه للمشي خلاص. طيب بالنسبه للمشي او الجيت، الجيت بتاعتنا دي بتتكون من حاجتين او بنسميها الجيت سايت من حاجتين، في لحظه من اللحظات رجلك لابسه الارض، وفي لحظه ثانيه رجلك العكسيه في الهواء عشان تنقل تاخد الخطوه اللي بعدها. فرجلك اللي لابسه الارض دي بنسميها ستانس فيس تمام، رجلك الثانيه اللي هي في الهواء بنسميها سوينج فيس ماشي. يبقى الجيت سايكل دلوقتي ليها تو فيسز، اول واحد اللي رجلك فيه لابسه الارض يعني الراجل اللي بيمشي ده رجله اليمين لمست الارض، فطالما لمست الارض بقول ان رجلي اليمين دي في حاجه اسمها ستانس فيس. طيب رجلي الثانيه اللي هي بتتحرك في الهواء عشان تاخد الخطوه دي بنسميها سوينج فيس. الستانس فيس هو اللي بياخد الوقت الاطول تمام، ده بياخد حوالي 60% من الجيت سايكل. لو الجيت سايكل دي 100% 60% منها في الستانس فيس، والباقي اللي هو ال 40% ده السوينج فيس تمام. طيب الاثنين فيزز دول بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت، بمعنى ايه؟ الراجل ده خد خطوه برجله اليمين، طب ورجليه الشمال فين؟ بتتحرك برضه، فبقى عندي الرجل اليمين في الاستانس فيز اللي هي لابسه الارض، ورجليه الشمال فين؟ في السوينج فيز. ماشي الحال في مشكله كده؟ طيب هو ايه اللي بيحصل مبدئيا كده في الاستانس فيز؟ الاستانس فيز يعني رجلك لمست الارض. انت اول ما بتلمس الارض بصوا تاني لما الصوره تتكرر ايه اللي هيحصل؟ اول حته بتلمس الارض كعب رجليه، وبعد كده بينزل رجليه كلها على الارض، وبعد كده بيبتدي وزنه بيبقى ورا يجي فوق رجليه اللي هي اللحظه دي خلاص، وبعد كده صوابعه بتلمس الارض
وبعد كده رجليك تترفع من على الارض. خلاص دي الخطوات بتاعه الستانس فيز. يبقى احنا قلنا اول حاجه هتيجي رجلك تلمس وبعدين رجلك كلها تنزل خلاص، وبعدين وزنه يبقى فوق رجليه، وبعدين صوابعه تلمس الارض ورجليه طلعت طبعا ماشي الحال. الجيت الديفينيشن بتاعها ان هي اسمها حاجه اسمها باي بيدل لوكوموشن. لوكوموشن للحركه، باي بيدل يعني رجليك الاثنين مش رجل واحده خلاص. طيب بتتكون من ايه؟ ستانس فيز وسوينج فيز. الستانس فيز قلنا بيمثل 60% منها، السوينج فيز بيمثل 40%. ده ملخص الايه؟ الديفينيشن. في عندي حاجه اسمها ميد تاسكس فور ووكينج جيت. اول حاجه مينتين سبورت اوف هات اتش اي تي. كلمه اتش اي تي او بنسميها الهات في الميكانكس ده اختصار الهات اللي هي الهيد، الاي اللي هي الارم، التي اللي هي الترنك اللي هو نص جسمك الفوقاني يعني. اختصارا بنسميه هيب ارم ترنك او اتش اي تي او بنسميها الهات. تمام. تاني حاجه مينتين الابر هيد بوستشر. تالت حاجه كنترول فوت موفمنت. طيب الكلام ده هنشرحه بالتفصيل دلوقتي كمان شويه. طيب الفيزز اللي لسه قايلين عليها، في حاجه اسمها ستانس فيز وفي حاجه اسمها سوينج فيز. نجيب بس الصوره. طيب الستانس فيز اللي قلنا ان هو بيمثل لي 60% من الجيت خلاص، ده الفيز. بيبقى في حاجه اسمها سب فيز. السب فيز يعني ايه؟ يعني هو بيتقسم لحاجات صغيره. تمام. طيب احنا قلنا اول حاجه هتلمس في جسمك الارض وانت ماشي، اول حاجه خالص كعب رجليك الهيل. تمام. فيسموها مسميه، يسموها هيل سترايك. هيل سترايك يعني كعب رجلك خبط الارض، ده المسمى. او بيسموها انيشال كونتاكت. انيشال كونتاكت يعني اول حته بتلمس جسمك في الايه؟ في الفيس ده، فيسموها انيشال كونتاكت. او نتيجه ان الهيل هو اول حاجه بتلمس فيسموها هيل سترايك. المسميين واحد زي بعض. طيب بعد كده، بعد ما رجلك لمست الارض، بعد كده صوابعك او رجلك نفسها بتبتدي تنزل بقى تلمس الارض كلها. تمام. فبيسموا الفيز ده فوت فلات. ماشي. فوت فلات يعني ايه؟ يعني رجليك لمست الارض بالهيل، بعد كده صوابعك ورجلك كلها بتنزل تلمس الارض فلات يعني على الارض خلاص. ده غير المرض اللي بنسميه فلات فوت. فلات فوت ده لو عند حد ده ديزيز، ده مرض ماشي الحال، او ديفورميتي يعني. انما ده بنسميه فوت فلات. انت لمست الارض الاول بالهيل فبنسميها هيل سترايك او انيشال كونتاكت، بعد كده رجلك كلها ابتدت تنزل فلات تلمس الارض، فبيسموا الفيز ده فوت فلات. او ساعات يسموه لودنج ريسبونس اللي هو وزنك هيبتدي ينزل على رجليك. طيب في فيز بقى في النص بيسموه ميد ستانس. ماشي. تاني انت اول ما بتلمس الارض بتلمس فيها برجليك، فدي بيسموها هيل سترايك او انيشال كونتاكت. بعد كده صوابعك برجليك تبتدي تلمس الارض. انت كل ده جسمك لسه ورا. تمام. لو عملت مش هتشوفوه. نفترض ان دي انا جسمي ورا، ابتدت رجلي تنزل، ده الفيز الثاني بيسموه ايه؟ فوت فلات. هيبتدي بقى وزنك يبتدي يقرب ان هو يركز على رجليك، فده بيسموها ميد ستانس، نص الستانس. ماشي؟ اللي هي دي اللي هي رقم سي. خلاص؟ طيب بعد كده الترمينال ستانس، انت خبطت برجليك وبعدين صوابعك نزلت اسمها فوت فلات، وبعد كده وزنك ابتدى ينزل فوق رجليك، ده اسمه الميد ستانس. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ كعب رجلك هيسيب الارض بقى عشان تبتدي تنقل، فيسموها ايه؟ اللي هي رقم دي، هيل اوف. هيل اوف يعني انت شلت رجليك، او ترمينال ستانس. خلاص؟ طيب اخر خطوه بقى في الفيز ده ايه بقى؟ ان صوابعك بتخبط الارض عشان تنقل. بعد كده صوابع رجليك ورجليك بتنزل على الارض فيسموها ايه؟ فوت فلات او لودنج ريسبونس. الثالثه ان وزنك يبتدي بقى يحمل على رجليك فده المين ستانس. بعد كده هترفع كعب رجليك فيسموها ايه؟ هيل اوف او تيرمينال ستانس. بعد كده صوابعك بقى ايه؟ بتسيب الارض خلاص؟ فبيسموها تو اوف او بري سوينج، لان سوينج يعني رجلك هتبتدي بقى تتحرك في الهواء.
فالفيز اللي قبلها اسمه ايه؟ بري سوينج. خلاص؟ طيب يبقى انا تاني اول خطوه انا باخد خطوه بالايه؟ اسمها انيشال كونتاكت اول حاجه. وبعد كده رجلي بتبتدي تنزل، صح؟ انا كل جسم لسه ورا، صح؟ تمام. رجلي بتنزل يبقى اسمها ايه؟ فوت فلات. بعد كده هبتدي بقى اعمل الرجل الثانيه. فوزني كله دلوقتي بقى نازل على رجلي، صح؟ انا في الاول كنت كده. رجلي اهي، فده اسمه ايه؟ ميد ستانس. خلاص؟ ماليش دعوه برجلي دلوقتي، ماليش دعوه. هاجي بعد كده عشان اخد الخطوه اعمل ايه؟ لازم كعب رجلي يترفع، فيسموها هيل اوف. وبعدين صوابعي اخر حاجه يبقى اسمها ايه؟ تو اوف. وبعد كده دي اترفعت فدي اسمها سوينج. اول ما برفع رجلي بيسموها انيشال سوينج، ده بدايه السوينج. طب لما رجلي تترفع كده في النص ميد سوينج، نص السوينج. طب لما تنزل قبل ما تلمس الارض اسمها ايه؟ تيرمينال سوينج. يبقى السوينج سهل. ثلاث حاجات بس. انيشال رفعت رجلك، تيجي في النص يبقى اسمها ميد سوينج، تنزل قبل ما تلمس الارض لانها لو لمست يبقى اسمها ستانس، ماليش دعوه. خلاص؟ قبل ما تلمس الارض يبقى اسمها تيرمينال سوينج. تمام؟ طيب فعشان السوينج سريع ثلاثه فيزز بس، فهو بيمثل 40% من الجيم. خلاص؟ انما الستانس فيز هو اللي بيمثل 60%. خلاص؟ فدي اول معلومه عاوزين نعرفها. اللي هي الفيزز، الفيزز بتاعت الجيم. طيب لو بصيت على الرسمه هتلاقي في لحظه من لحظات الجيم رجليك الاثنين بتبقى لابسه الارض. وفي وقت تاني بتبقى رجل واحده بس اللي لابسه الارض. خلاص؟ اللي هي اول صوره، اول حاجه خالص. انت رجليك الاثنين لابسين الارض، تمام؟ اللي هي فيها الانيشال كونتاكت. فدي بيسموها دبل سبورت. دبل سبورت يعني انت واقف مسنود على رجليك الاثنين. تمام؟ طيب احنا بنتكلم في الرسمه دي على الرجل اليمين. انا ماليش دعوه بالشمال. خلاص؟ طيب يعني انا لما بقول لك دي اسمها هيل سترايك، انا اقصد ان الرجل اليمين هي اللي عملت الهيل سترايك. خلاص؟ طيب هنا الرجلين لابسين، طب هنا ايه اللي حصل؟ في رجل منهم اترفعت. فيبقى انت في لحظه من اللحظات واقف على رجل واحده. طب واللي بعدها؟ برضه مرفوعه، صح؟ رجل واحده اللي لابسه ودي مش لابسه. طب واللي بعدها؟ برضه رجل واحده لابسه والثانيه لسه ما لمستش. الجزء ده بنسميه سنجل سبورت. سنجل سبورت يعني انت واقف على، يعني في لحظه من اللحظات في الجيت في المشي، يعني انت ماشي انت رجل واحده اللي بتبقى لابسه الارض. خلاص؟ وبعدين في اخر حاجه اللي اسمها البري سوينج ترجع رجليك الاثنين يبقوا لابسين الارض. طب في السوينج فيز، سوينج فيز معناه ان في رجل في الهواء. طالما في رجل في الهواء يبقى اسمها ايه؟ سنجل سبورت. فما ينفعش اجي اسالك اقول لك في السوينج فيز هل في سنجل سبورت ولا بتبقى في دبل سبورت ولا بتبقى ايه الدنيا؟ هو طبيعي بالمنطق سوينج معناها ان في رجل في الهواء، يبقى انت في اللحظه دي انت ساند على رجل واحده، يبقى اسمها سنجل سبورت. خلاص؟ الدبل سبورت عندنا الوقت بيحصل في حاجتين بس، اللي هي اول واحده اللي هي رقم ايه؟ اللي هي اسمها الهيل سترايك او الانيشال كونتاكت، واخر واحده اللي هي اسمها ايه؟ التو اوف او البريسوين. يبقى بيحصل في اول الاستانس وفي اخر الاستانس. في النص مفيش. ليه مفيش؟ لان تبقى رجلك ثابته والثانيه بتتحرك. خلاص؟ الدبل سبورت ده احنا قلنا الاستانس كله بيمثل 60%. الدبل سبورت بيمثل 20، 10 في البدايه و10 في النهايه، وال40 في النص سنجل، والسنجل بتوع السوينج. خلاص؟ في اي مشكله كده يا باشمهندسين؟ كل الكلام ده احنا شرحناه، هو بيشرح لك يعني ايه الاسترايك، يعني ايه اللونج ريسبونس، يعني ايه الديستانس. طيب السوينج احنا لسه قايلين السوينج ثلاث اجزاء. انيشال سوينج انت دوب رجلك لسه بتترفع، ميد سوينج رجليك في النص، والترمينال سوينج اللي هو قبل ما رجليك تلمس الارض يبقى اسمه ترمينال سوينج. هو هنا مجمعهم في اثنين بس، انيشال والميد ماشي، بس هما ثلاثه، والترمينال اللي هي قبل رجليك ما تلمس الارض. دي كده اللي هي بيسموها الفوت بريشر. لما تشوف الصوره دي تقول لي اه والله ده دي اسمها اتش اس اللي هي الهيل سترايك. ليه؟ لان معنى كده ان اللود كله كان نازل هنا، دي اول لمسه خالص. تمام؟ طب بعد شويه اسمها الفوت فلات. فوت فلات يعني ايه؟ يعني رجلك كلها نزلت تمسك الارض، فهتلاقي رجلك كلها عليها بريشر.
خلاص. طب بعد شويه لما رفعت كعب رجلي والوزن بقى على صوابعي يبقى الوزن ايه؟ هنا اهو. اخر حاجه بتلمس الارض خالص في رجليك قبل ما تطير بقى في الهواء الحته دي بس. ماشي الحال؟ يبقى لو شفت الصوره دي معناها لو جبناها مثلا في الامتحان بتمثل ايه؟ هتقول لي والله الحته المظلله دي معناها ان البريشر هنا زياده يعني. طالما دي كده يبقى دي اول خطوه، دي اول واحده اسمها ليل سترايك. طب تاني واحده اللي هي معناها ايه؟ ان انا رجلي كلها فوت فلات او ميد ستانس برضه، ما هو الفوت فلات والميد ستانس رجليك لابسه الارض. دي بتمشي دي بتمشي دي. طيب بعد كده على الصوابع تمام؟ اللي هي اسمها الهيل اوف، انا شلت رجلي، كعبي بقى مش موجود دلوقتي والوزن كله على صوابعي. تمام؟ طب اخر حاجه اللي هي اسمها البريس وين، اخر حاجه خالص اللي هو طرف صوابعي بس اللي بيلمس الارض عشان ابتدي الخطوه اللي بعدها. فده السوينج فيس لسه قايلينه. الانيشال سوينج ساعات يسموه اكسلريشن نفس المسمى. معلش يا الجيت مسمياتها كتير شويه. طيب ده الجزء الاولاني. الجيت دي زمان قبل كده يعني كانت بتتاخد في الترم كام؟ يعني الميكانكس زمان دلوقتي اسمها ميكانكس 1 انتوا بتاخدوها. لا بيبقى في ميكانكس ترم كامل جيت بس. طبعا اللائحه الجديده خلاص ما عادش نافعك يعني. فبناخدها محاضره انما المفروض طبعا بتاخد وقت اكتر من كده بكتير لان الكلام فيه تفاصيل اكتر من كده بكتير. طيب حضرتك وانت ماشي الخطوات اللي انت بتاخدها وانت ماشي خلاص؟ انا ممكن اقيسها صح؟ يعني انت مشيت خطوه خدت خطوه. انا الخطوه دي ممكن اقيسها يعني مثلا ممكن اقول الدكتوره اللي قاعده دي خدت الخطوه يعني نقلت رجل المسافه بين الرجل دي والرجل دي مثلا 50 سم اقدر اقيسها صح؟ تمام. ففي حاجه بيسموها ديستانس فاريبل. يعني انا اقدر اقيس الخطوه بتاعتك قد ايه صح؟ ولا ما اقدرش؟ اقدر عادي. ايه اللي منعه يعني؟ واقدر اقيس الوقت. يعني ايه اقيس الوقت؟ يعني انت خدت مثلا من هنا للحيطه دي خدت مثلا 100 خطوه تمام؟ فانا ممكن احسب على الساعه انت مشيت ال 100 خطوه دول مثلا في دقيقه. ممكن احسبها تمام. لان الحاجات دي بنحسبها للعيان. لما اجي اعمل اناليسيز بحسب الحاجات دي اللي انا بتكلم عليها دي تمام؟ طبعا مش انت اللي بتحسبها. دلوقتي في المعامل تمام؟ في حاجه زي ما قلت لكم كاميرات بيسموها سلو موشن. هو بيحط لك شفت الصوره اللي في الاول خالص اللي عرضناها كان في حاجات لونها ابيض وحاجات لونها اسود على الجسم كده. دي ماركرز. ماركرز اللي هي ايه؟ في حاجات منها بتبعت اشارات للجهاز اللي هو الكمبيوتر وفي حاجات منها اللي هي لونها ابيض هي مش لونها ابيض هي لونها فسفوري فبتلمع تمام؟ الكاميرا بتلقطها تمام؟ فدي كل ده بيدخل على السوفت وير ويبتدي يقول لي والله ده الهيب اتحرك قد كذا والاكل اتحرك قد كذا الكلام ده كله تمام. طيب الخطوه بقى اللي انت بتاخدها دي انا عاوز اقيسها عاوز اشوف انت خدت الخطوه دي في مسافه قد ايه تمام. ففي جهاز بنحطه في الارض يعني بيجي على كام طاوله كده بنشيله نرميه وفي جهاز بنحطه في الارض الفوق. الجهاز ده بنسميه فورس بلاتفورم. ده زي سنسور لما رجلك بتتحط عليه واخد بالك بيقيس البريشر اللي احنا لسه عاملينه من شويه. مش احنا قلنا من شويه ان انت لما بتعمل نيشن كونتاكت يبقى البريشر كله على الهيل وبعد كده على رجلك وبعد كده على صوابعك صح؟ الجهاز ده بيقيسه اللي هو حاجه في الارض تمام؟ وبيقيس لي المسافه بتاعت الخطوه، يعني انا اخدت خطوه بالرجل اليمين لقدام والرجل الشمال ما زالت ورا، انا عاوز اقيس المسافه بين رجلي دي ورجلي دي. هقيسها ازاي؟ يا اما اقيسها بقى بالطرق التقليديه المزوره، طبعا ده صعب قوي يعني، يا اما الجهاز ده بيقيسها لي فبيبقى ادق. عشان كده احنا دايما عندنا وسيلتين للقياس. في وسيله اسمها سبجكتيف، سبجكتيف يعني ايه؟ يعني دي انت سهله، حاجه طريقه سهله تقدر انت تقيسها ولكن مش دقيقه زي الجينيومتر اللي انتوا بتقيسوا بالرينج اوف موشن. انا لو قست هطلع رقم. لو كلنا رحنا قسنا كل واحد هيطلع رقم مختلف. هي هتبقى قريبه من بعضها، يعني انا مثلا هقيس ان هي 100. انت هتقيسي تبقى 101، هي هتقيس تبقى 102، فروقات بسيطه بس برضه مش دقيقه. يعني ده بيسموه سبجكت بيختلف من واحد للتاني. واحد ثبت الجينيومتر كويس، واحد تاني ما ثبتوش. واحد رفيع فالبوني برومننت اللي انت بتقيس من عندها واضحه، واحد تاني تخين فانت مش قادر تحدد المكان، فكل ده بيفرق تمام؟ لما انت عاوز تعمل بحث او رساله علميه محترمه
ما ينفعش تقول لي ايه ده انا لسه نينجو بوش اب جونيور مرفوض ما ينفعش ليه لان في اختلاف تمام طب تقيس بايه تقيس بجهاز فالجهاز بنسميه اوبجكتيف اوبجكتيف يعني ايه يعني انا لو قست وانتوا مثلا 50 لو ال 50 راحوا قاسوا على نفس الجهاز هيطلع نفس الرقم تمام فده لازم يبقى جهاز والجهاز ده يبقى اكيوريت يبقى رقيق فعشان كده في الجيت لما لو انا عاوز اعمل رساله او بحث علمي مفيش حاجه اسمها ايه؟ ده انا هقيس بالمازوره والله وهقيس الرينج اوف موشن بالجينيومتر ما ينفعش. طب اقيس بايه؟ اول ما ادخل العيان ده في معمل اسمه موشن اناليسيز لاب او ساعات في بعض الاماكن يسموه جيت اناليسيز لاب. ماشي؟ انت بتعمل تقييم للحاله بالشكل ده. طيب في عندي شويه فاريبلز كده بنتكلم عليها بس الصورة دي حضرتك لما تاخد خطوة واحدة انت واقف رجليك الاثنين جنب بعض صح؟ جنب بعض بعد كده خدت خطوة باليمين فانت اذا واقف على الخطوة رجل اليمين ورجل الشمال ورا تمام؟ دي اسمها ايه؟ خطوة واحدة يعني انا لو عملت كده دي خطوة واحدة ماشي؟ فدي بنسميها ستيب لينس ستيب لينس اللي انت خدت ايه؟ خطوه واحده طيب بمعنى ايه خطوه واحده؟ يعني انا عندي رجلي اليمين قدام ورجلي الشمال ورا فالاثنين اوبزيت يعني مش اوبزيت يعني انت ما خدتش خطوه برجليك الاثنين انت خدت واحده باليمين والثانيه ما زالت ورا طب لو انا خدت خطوه باليمين وبعدين بالشمال ورجعت خطوه باليمين ثاني ماشي؟ انا خدت خطوه الاول باليمين وبعدين شمال وبعدين خدت خطوه تاني باليمين لو قست من اليمين اللي انا دوست عليها اول مره لليمين اللي انا جيت لها مره ثانيه المسافه ده ايه بنسميها سترايد لينس سترايد لينس ماشي اللي هي الصوره دي كده الرجل اليمين او دي اليمين ودي الرجل الشمال انت لما تاخد خطوه واحده لو قست من عند الهيل ده الكعب ده للكعب ده تمام احنا ليه بنقيس من عند الهيل؟ لان دي اول حاجه بتلمس الارض فبناخد علامه تمام ولما تاخد خطوه بالرجل الثانيه تاخد علامه فلو انت قست من رجل اليمين من عند الهيل للرجل الشمال دي الحته دي بس اسمها ستيب لينس ستيب انت خدت خطوه واحده بس تمام طب لو رجلك دي نفترض ان هي اليمين خدت بيها وصلت بيها مره ثانيه زي ما انا عملت يعني انت خدت خطوه باليمين وبعدين نقلت الشمال وبعدين نقلت اليمين مره ثانيه تمام دي بنسميها سترايد لينس سترايد لينس طيب المسافه اللي انت حضرتك بتمشي فيها انتوا خدتوا حاجه اسمها البيزو سبورت صح؟ البيزو سبورت دي اختصارا كده يعني اللي هي المسافه بين رجليك الاثنين صح؟ صح كده؟ ولا ايه؟ صح؟ انت واقف لو خدت دايره كده حوالين رجليك دي اسمها البيزو سبورت فنفس الكلام هنا المسافه بين رجلك اليمين لرجلك الشمال اسمها ايه؟ برضه بيزو سبورت برضه ليها مسمى تاني اهو دلوقتي طيب الطبيعي وحضرتك ماشي لان في زاويه انتوا خدتوا الالات وخدتوا الفيمر الفيمر للاسف مش معايا دلوقتي بس هي الفيمر مش حاجه يعني مثلا لو افترض دي الفيمر ودي الهند بتاعت الفيمر هي مش عامله كده صح؟ الهند عاليه شويه وطالعه لقدام شويه لو فيكم حد شاف الالات الهند بتاعت الفيمر ده بشكل ماليش دعوه بيها انا بتكلم على الهند نفسها الهند والنك بتاعت الفيمر هي الهند والفيمر مش كده في الزاويه كده ده عاليه وطالعه لقدام تمام؟ عشان الزاويه دي موجوده بتخلي رجليك من تحت احنا بنتكلم دلوقتي على النورمال رجليك من تحت وانت ماشي يعني لو دي رجليا وانا ماشي لازم رجليك تبقى خارجه لبره شويه صغيرين. خلاص؟ قد ايه شويه صغيرين دول؟ حوالي 7 درجات او من 7 ل 10 درجات. منين؟ من الليد لايت. يعني لو ده الخط بتاع الليد لايت لازم رجليك تبقى خارجه سنه لبره صغيره. طب لو زادت؟ اب نورمال، ما في مشكله. في ناس بتشوفهم ماشيين رجلهم خارجه لبره خالص. ده اب نورمال، ده مش طبيعي. طب العكس لو زادت لجوه؟ برضه اب نورمال، ده مش طبيعي. طب رجليه مفروضة خالص مفيش زاوية برضه اب نورمال طب ايه النورمال؟ ان يبقى فيها 7 درجات
لبره عشان تديك استابيليتي، نتيجه ان الفيمر فوق مش نازله واحد صعيد كده، لا ده فيها تلفه شويه، تمام؟ فدي بتديك انجل. طيب فالزاويه دي بيسموها تو اوت. تو اوت يعني ايه؟ يعني تصور في النص، صور خرجت لبره شويه ماشي، لان لو صوابع دخل جوه دي ديفورمتي، ده حاجه وحشه، فبنسميها تو ان ماشي. طيب سريع، يبقى الخطوه الواحده اللي بنسميها ستيب لينس من عند الهيل ده اليمين للهيل الشمال، الرجلين اوبوزيت يعني واحده يمين واحده شمال، تمام؟ طيب طب لو قلت لك والله انا عاوز المسافه من الهيل اليمين للهيل اليمين مره ثانيه، هتقول لي والله دي اسمها سترايد، سترايد لينس. طب الزاويه اللي رجلك بتبقى خارجه فيها لبره اسمها تو اوت. ليه تو اوت؟ لان صوابع خارجه لبره بكل بساطه يعني، لان في عكسها تو ان اللي هي الديفورمتي، صوابع اللي جوه بالظبط، ده مش صح. تاخد درس السنه الجايه في بايوميكانكس 2 اللي هي تو ان وتو اوت. طيب نرجع تاني، ستيب لينس معناها لينير ديستانس بتوين تو سكسيسيف بوينت، يعني المسافه ما بين نقطتين. اهم حاجه في النقطتين دول ايه بقى؟ اوبوزيت اكستريميتي، دي اهم حته. انا مش مهم الفرق ده كله، لما اجي اقول لك المسافه ما بين اوبوزيت اكستريميتي، اوبوزيت اكستريميتي يعني ايه؟ يعني واحده يمين واحده شمال، خلاص؟ تقول لي والله طالما كده يبقى دي خطوه واحده، يبقى دي اسمها ستيب خطوه ماشي. امال لو لقيت برضه ان المسافه ما بين سيم اكستريميتي اللي هو تاني واحده، هتقول دي اسمها سترايد لينس. هو عموما في الامتحان انا مش هاجي اقول لك سمع او اشرح، لا لا خالص، هتيجي كلها ام اس كيو ماشي. فما اجيبش مثلا في الام اس كيو لينير ديستنس، اول جمله انت هتركز عليها. تاني حاجه هتشوفها اوبوزيت ولا سيم، لو هي اوبوزيت هتقوم جاي مختار ستيب على طول، ما تفكرش، ما تقعدش تحفظ ده كله يعني. طيب لو لقيت السيم، السيم معناها ايه؟ يعني انت دوست باليمين وبعدين نقلت الشمال وبعدين دوست باليمين مره ثانيه، فبقى عندك اكنك خدت خطوتين يعني. لا دي اسمها ايه؟ سترايد ماشي؟ سترايد لينس. طيب البيز اوف سبورت او احيانا يسموها ويدث اوف ووكينج بيز، هي البيز اوف سبورت ماشي؟ هي هي اللي هي المسافه ما بين ايه بقى؟ الميد بوينت اوف وان هيل تو ميد بوينت اوف اوبوزيت هيل، دي مش هتتلخبط فيها. المسافه من الكعب ده للكعب ده اللي هي الحته اللي انت واقف فيها يعني، دي اسمها ايه؟ بيز اوف سبورت او الووكينج بيز، هي نفس المسمى. طيب امال ايه الديجري اوف تو اوت؟ اول ما تقرا كلمه ديجري هي الوحيده اللي عندنا، ما عندناش غيرها، تعرف ان هي الزاويه اللي رجلي فيها خارجه لبره تبقى 7 درجات، في بعض الكتب بيقولوا 10، يعني بنقول من 7 ل 10 درجات، مفيش فرق والله. طيب فالسؤال ممكن يجي لك كده، او يجي لك ازاي برضه السؤال؟ يجيب لك صوره زي دي معلهاش اي بيانات خالص، يعني هنا في بيانات اهي، يشيل كل ده يقول لك مثلا هنا رقم واحد، يحط لك واحد، واحد ده بيمثل ايه؟ ويحط لك بقى كذا اختيار، ستيب لينس مش عارف سترايد لينس ولا الانجل اوف تو. هتقول لي والله الانجل اوف تو. يجي مثلا السؤال الثاني، طيب لو هي الانجل اوف تو درجتها كام؟ 7 15 50، هي درجه 7 ماشي الحال؟ طيب او يجيب لك المسافه دي ويكتب لك عليها رقم 2، يقول لك 2 دي ايه بتمثل ايه؟ هتقول له يا البيز اوف سبورت يا الووكينج بيز، الاثنين نفس الايه؟ نفس المسمى. طيب طب جاب لك المسافه الصغيره دي من اليمين للشمال، هتقول دي اسمها ستيب، دي خطوه واحده ستيب لينس. طب جاب لك المسافه الكبيره اسمها سترايد لينس، مش الحال؟ ما نقعدش نحفظ، لان هو مش هيجي يقول لك سمع، هو هيجيب لك صوره ويقول لك البيانات اللي عليها دي اسمها ايه؟ خلاص؟ سهل معروف. او ام سي كيو اللي انا قلته، لو اوبوزيت عكس بعض يعني يبقى دي خطوه ستيب. طب سيم يبقى هي سترايد. طب قال لك زاويه يبقى دي اسمها تو اوت على طول. طيب احنا اللي فات ده كان اسمه ديستنس. ديستنس يعني ايه؟ يعني انت مشيت الخطوه بتاعتك دي انا قستها من الكعب ده للكعب ده مثلا 50 سم، دي مسافه. طيب المسافه دي لو انا عاوز احسبها في الوقت يبقى اسمها تايم فاريبل. هي بقى بمعنى ايه هي؟ لو انت خدت خطوه برجلك اليمين، خدت خطوه تمام؟ والشمال زي ما هي، المسافه اللي انت خدتها دي لو انا حسبتها بالوقت دي اسمها ايه؟ ستيب تايم. مش احنا قلنا الستيب لينس اللي انا ايه؟ انا خدت خطوه دي اسمها ستيب صح؟ طيب الوقت اللي انا خدته عشان اخد الستيب ده اسمه ستيب ايه؟
ستيب بامب يعني بالمنطق عادي خالص يعني تمام. طب رجل اليمين لمسه وبعدين قلب الشمال وبعدين اليمين تاني مره تانيه دي اسمها سترايد. لو قلت لك تايم هتقول اسمها سترايد تايم. طب اللينس يبقى اسمها سترايد لينس ماشي. فالستيب لينس سوري الستيب تايم اللي هو الوقت اللي انت بتاخد فيه ايه خطوه واحده. فالديفينيشن هتلاقي مكتوب ايه سنجل ستيب. لما اول ما تقرا كلمه سنجل ستيب وفيها تايم يبقى دي اسمها ايه سنجل ستيب يعني خطوه يبقى هي اسمها ستيب تايم على طول تمام. طيب التاني سهل هاجي يقول لك ايه التايم اللي تعمل فيه وان سترايد. وان سترايد يعني انت خدت خطوه من اليمين والشمال ورجعت خدت خطوه من اليمين يبقى اسمه سترايد ايه تايم ما فيهاش لخبطه ايه تايم. امال ايه الستانس تايم والسوينج تايم؟ الستانس تايم اللي هو الوقت اللي انا باخده في الستانس فيس بالمنطق اهو بالعقل يعني. طب والسوينج؟ العكس بقى اللي هو التاني السوينج فيس برضه كلام فاضي. سنجل ليمب تايم وفي دبل ليمب تايم. ايه دول؟ احنا لسه شارحينهم ان انت عندك في اول الجيت رجليك الاثنين لمسه الارض فده اسمه ايه؟ دبل. لو حسبت الوقت بتاعه يبقى ده اسمه ايه؟ دبل ليمب تايم. اللي هو ايه الديفينيشن بتاعه؟ زي ما اتفقنا مش هسالك على الديفينيشن مش تحفظه اللي هو الاماونت اوف تايم ذات بيرسون سبنت ويز بوث فيت اون ذا جراوند. على المنطق ده ايه الدبل تايم؟ الدبل ليمب تايم الوقت اللي رجليك الاثنين لابسه طرد. طب ايه السنجل ليمب تايم؟ الوقت اللي رجلي واحده لابسه طرد. يعني كلام عبيط خالص. طيب نيجي بقى للحته اللي مكلكعه شويه بس هي بسيطه ان شاء الله. في حاجه اسمها كيدنس المصطلح المجعلص ده. الكيدنس ده اللي انا جاوب لحضرتك ايه؟ تعالى امشي لي لمده دقيقه. خلاص؟ ماشي؟ طيب احسبها على الستوب واتش. فانا بحسب عدد الخطوات الستبس اللي خدها في الدقيقه الواحده كم خطوه تمام. ده الديفينيشن بتاع الكيدنس. الكيدنس معناه نمبر اوف ستبس تيكن باي ا بيرسون بير يونت تايم في الدقيقه. انا جبت ولد راجل وقلت له ايه امشي لمده دقيقه وحسبتها على الخطوات وقعدت اعد هو خد كام ستيب تمام. ده الديفينيشن بتاع حاجه اسمها الكيدنس. الطبيعي في الميل يبقوا 110 ستيبس تمام. الفيميل اقل سنه صغيره يبقى 107 ستيبس. خلاص. فقصه الكيدنس معناها عدد الستيبس اللي حضرتك بتاخدها في الوقت في الدقيقه مثلا تمام. امال بتاع التاني اسمه ووكينج فيلوسيتي او ووكينج سبيد اللي هي السرعه اللي انت ماشي بيها. اي حد راكب عربيه خلاص يقول لك مثلا العربيه دي سرعتها 100 كيلو في الساعه مثلا. خلاص مش كده. فلو انت جبتك وقلت لك امشي ماشي لمده مثلا ايه؟ دقيقه مثلا. خلاص؟ فبحسب لك المسافه اللي انت مشيتها. الطبيعي في الرجاله ان هو يمشي في حدود اللي هي مكتوبه دي 86 متر في الدقيقه. وفي الفيميل بتمشي 77 متر. طبعا ده افريج يعني متوسط يعني. يعني لو جبت فيميل اهي وقلت لها امشي لمده دقيقه. المفروض الطبيعي بتاعها ان هي تمشي مسافه 77 متر. الميل ابعد شويه. المشكله كده؟ يبقى الكيدنس هي عدد الخطوات اللي انت بتاخدها في الدقيقه. الووكينج سبيد اللي هي زي العربيه، العربيه دي بتمشي بسرعه السبيد بتاع العربيه يعني 100 كيلو في الساعه. تمام؟ فالميل هيمشي بسرعه 86 متر في الدقيقه. الفيميل اقل شويه صغيرين 77 متر في الدقيقه. ماشي الحال؟ طيب في حاجه اسمها جوينت انجل. المفروض حق ربنا لو احنا معانا الوقت يعني نقعد نشوف في كل فيس اللي هو الايشر كونتاكت والفوت فلات ومش عارف ايه الزاويه بتاع كل مفصل كام. بس طبعا مش هناخدها ماشي عشان كده الكتاب عندكم هي صوره بس مش مشروع. يعني مثلا في الايشر كونتاكت مش عارف الهيب في 20 فليكشن اللي بعدها مش عارف النيف 15. لا مش عاوزكم تعرفوا ليه هي بس انا عاوز اوضح لكم ان كل مفصل له درجه معينه مع الحركه بس ماشي. فدي مش ليك في الامتحان الصوره دي او البيانات دي يعني. طيب في حاجه اسمها ديترمننت اوف جيت. عندي ست حاجات بيحصلوا مع الجيت مع كل الناس. اول حاجه حضرتك وانت ماشي ودول مهمين لازم نعرفهم وانت ماشي
طبعا بتنقل مره رجل يمين مره رجل شمال صح؟ فوانت بتنقل يمين وشمال البلبس بيتحرك منطقي برضه. يعني انت لما تنقل رجلك اليمين البلبس بيلف شويه، طب لما تنقل الشمال البلبس برضه بيتحرك تمام. فالديترمنت اوف جيت اول حاجه بنسميها بلبس او بلفيك روتيشن، مش كده؟ يبقى اول ديترمنت في الجيت اللي هي البلبس روتيشن، ده لازم يحصل مع الناس ضروري واساسي خلاص. لو ما حصلش يبقى الجيت دي ابنورمال، يبقى الشخص ده عنده مشكله ماشي. طيب وكقاعده عامه اي روتيشن في الجسم من غير ما افكر بيحصل اراوند ترانسفيرس اكسس على طول كده، او ترانسفيرس بليك يعني خلاص. اهم حاجه فاهم وانت ماشي لازم البلفز ايه؟ تتحرك. طيب تاني حاجه برضو البلفز بتتحرك ولكن بنسميها لاترال تيلت، يعني ايه؟ وانت بتنقل رجليك البلفز ايه؟ جزء بيعلى منه وجزء بيوطى، طبعا بنسبه صغيره جدا تمام؟ والا لو حصل دروب يبقى الراجل ده عنده مشكله في الجلوتس ميديوس ماشي؟ تمام. انت بتنقل رجليك اليمين البلفز لازم يتحرك، وبعدين تنقل الشمال يحصل العكس. فتاني حاجه بتحصل بنسميها لاترال بيلفيك تيلت، ان البلفز بتحرك لاترال. طيب تالت حاجه بتحصل في الستانس فيز ان ركبتك بتتني، ان النيه بيحصل لها ايه؟ فليكشن، ده منطقي يعني طبيعي يعني. طيب تالت ورابع حاجه الفورس والفيفس بيقولوا عليها النيه، هو المفروض من اول الهيب، الهيب والنيه والانكل انتر اكشن. بمعنى ايه؟ يعني حضرتك وانت بتنقل رجليك هو مفصل واحد اللي بيتحرك؟ لا، ده الهيب بيحصل له فليكشن والدي كمان بتحصل لها فليكشن والانكل بتاعك بيتحرك، واخد بالك؟ فده اسمه انتر اكشن، يعني حركه بتحصل ما بين كذا جوينت، لو واحد منهم فيه مشكله يبقى الجيت باظ. زي الروتيشن اللي قلناه من شويه، لو ما حصلش روتيشن للبلفس يبقى الشخص اللي قدامك المشيه بتاعته مش طبيعيه. طب لو ما حصلش اللاترال تيلت برضه يبقى مش طبيعيه. طب اللي قلناه من شويه فليكشن هيبقى برضه المشيه فيها مشكله. طب لو ما حصلش الكومبينيشن اللي هو ايه؟ ان الهيب والني والانكل اتحركوا بشكل كويس برضه الدنيا باظت صح؟ فعشان كده بيسموها الديترمنت اوف جيت، ان الحاجات دي اساسيه عشان الجيت تطلع سليمه. اخر حاجه بنسميها فيسيولوجيكال فالجاس اوف ذا ني. لو حضرتك جيت عملت الواحد اشعه نيمته او وقفته وعملت له اشعه مش هتلاقي رجليه اقصد بيها الفيمر والتيبيا نازله كده واحد صحيح، لا خالص. الفيمر لها زاويه لازم تنزل بزاويه، وبناء عليه التيبيا تحت طبعا التيبيا نازله مستقيم تمام، بس ايه اللي نازل بميل؟ الفيمر خلاص. فرجليك تحت، رجليك تحت بتروح في حاجه اسمها بالجس. طيب هناخدها واحده واحده دلوقتي. الفيميلز عشان في ولاده بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني لازم البلبس يبقى وايد، ده طبيعي ده في الانامنا. الميل البلبس ايه؟ ناره شويه. طيب لما البلبس يبقى وايد الفيمر هتبتدي ايه؟ تتحرك بشكل ايه؟ هتبقى معوجه بشكل اكبر خلاص؟ طب هنا الزاويه دي اقل. طيب ايه تاثير ده على الركبه اصلا؟ بص انتوا بتشوفوا بعض الناس ماشيين رجلين الاثنين الفيمر بتاعته لو الزاويه زياده طبعا ده نورمال، ده كده طبيعي مفيش مشكله تمام. انما لو الزاويه زياده هتلاقي رجليه عامله كده، هو كده الزاويه زياده. طيب رجليه من تحت ايه اللي بيحصل لها؟ بتطلع لبره، النتيجه بتطلع لبره، فده كده بنسميه فالجس ماشي. يعني انا لو رجلي عامله كده لازم التيبيا بتروح فين او النيه بتروح فين؟ الفالجس لبره، وكل ما الزاويه دي تزيد كل ما الفالجس ده يزيد ماشي تمام. ده طبعا اللي انا بعمله ده مش طبيعي تمام. طيب امال ايه الطبيعي؟ اللي هي دي عشان الفيمر نازله بزاويه فبيحصل شويه فالجس بسيط، يعني رجليك ما هيش نازله مستقيمه عتله كده، لازم النيه تبقى خارجه لبره شويه طبعا ويز الليمت ماشي الحال. ويز الليمت يعني ايه؟ يعني في الحدود المسموح بيها بقى، والا لو زادت يبقى ده اللي عنده ديفورمتي، يبقى ده عنده مشكله خلاص. ففي الفيميلز عشان الزاويه زايده شويه فالفالجس بتبقى زياده شويه، ده طبيعي. طب في الميل في فالجس برضه في الرجل اللي تحت ولكن ايه؟
اقل. ليه اقل؟ نتيجه البلبس نفسه من فوق. الفيميل بلبس وايد فالفيمر بيبعدوا عن بعض فبالتالي الزاويه هتبقى زياده، فالفيميلز لازم تبقى الني نفسها فيها فالجس اعلى من الميل، ده طبيعي خلاص. فدول كان اسمهم السكس ديترمنت اوف جيت اللي هم ست حاجات بتوع الجيت. دي كانت اخر واحده، ودول طبعا مهمين قوي ان احنا نعرفهم. طيب الفانكشن او الفانكشنز بتاعت الحاجات اللي فاتت دي، ذا ديترمنت مينيمايز اب اند داون اند سايد تو سايد موفمنت تو سي او جي ريتش اونلي تو اتش. كلام منين؟ لا كلام منين؟ مش احنا لسه قايلين ان البلبس بتاع حضرتك بيتحرك في روتيشن صح؟ وبيتحرك في لاترال تيلت صح؟ بس قلنا وزن ليميت. يعني ايه وزن ليميت؟ في الطبيعي يعني. طب لو حصل له دروب يبقى ده في مشكله. طب حصل له روتيشن بزياده يبقى في مشكله. تمام؟ طب لو مفيش مشاكل وكل حاجه مظبوطه، يعني الروتيشن مظبوط، الدرجه بتاعته مظبوطه، واللاترال تيلت مظبوط، هتلاقي الشخص اللي ماشي قدامك ماشي سليم. اي حد فيكم دلوقتي اتمشى، انت بعينك انت مش هتلاحظ قوي فكره ان وسطه بيعمل روتيشن او بيعمل تيلت. تمام؟ طيب طب لو هو اب نورمال، لو عنده مشكله، هو انا ماشي اهو عادي مش حاجه، هتلاقي وسطه بيلف اكتر وهو ماشي، ده يبقى اب نورمال. او يحصل له دروب، يعني هو ماشي تلاقيه لاترال تيلت زاد. تمام؟ فوظيفه الديترمننت دي ان هي بتقلل لي الدروبات اللي بتحصل دي، فبيسموها فيرتيكال اند سايد تو سايد موفمنت. سايد تو سايد موفمنت اللي هو ماشي، انا هو ماشي عادي، طب لو انا عندي دروب هتلاقيه بروح كده وبروح كده صح؟ ماشي؟ تاني حاجه زي بروديوس سموث سينوسايدال كيرف اوف سي او جي، مش عارف لو صوره ولا لا، فانا صوره. طيب بص يا باشمهندس، وحضرتك ماشي، لو انا جبت اي حد منكم دلوقتي خلاص، وانت ماشي نتيجه ان انت بترفع رجلك وتنزلها، راسك نفسها وضعها مش ثابت. يعني لو جينا صورنا واحد سلو موشن تمام وهو ماشي، وهو ماشي وحطيت له نقطه كده، هتلاقي جسمه بينزل وبيرفع بينزل وبيرفع. ليه؟ نتيجه ان انت بترفع رجلك وبتنزلها وبترفع رجلك وبتنزلها، واللاتر شيفت البسيط اللي بيحصل، فساعات فدي هتلاقي راسك بتنزل وترفع. طبعا حاجات بسيطه جدا انت بعينك ما تشوفهاش، دي لازم نصورها سلو موشن ونعرضها على الايه؟ على الجهاز هو يعملها لك خلاص؟ فلو انت خدت الشكل هتلاقي ايه؟ اكن راسك طلعت ونزلت او جسمك طلع ونزل، ماشي الحل؟ فدي بيسموها اللي هي ثاني واحده اللي هي اسمها ساينوسويدال كيرف. يعني ايه؟ انت في لحظه الكيرف ده عالي ولما نزلت نزل وهكذا. ماشي؟ فطبعا لو جسمك سليم وكل حاجه سليمه الكيرف ده بيبقى سموث. ماشي سموث. طب لو انت عندك مشكله لا الدنيا هتبوظ بقى. طيب ذا ميدل فور ديترمنت هيلث تو كيب فيرتيكال رايز بودي سي او جي تو مينيمم، ذا فيرست ديترمنت بريفنت دروب اوف ذا بودي سي او جي، وان سيكس ديترمنت ريديوس سايد تو سايد موفمنت اوف سي او جي. استخرج كميه السي او جي اللي انت سمعتها دلوقتي. كتير طبعا صح؟ صح كده؟ طيب لسه قايلين من شويه انا مش هاجي لحضرتك في الامتحان اقول لك سمعني او اكتب لي الفانكشن خالص، متفقين؟ ما تقعدش تحفظ، عاوز بس تبقى فاهمين اللي هي الوظيفه العامه اللي انا بقول ده كله، ان جسمك يبقى في حاله من البالانس. تمام؟ السي او جي اللي خدته مع الدكتوره يمنى يفضل في مكانه، مش الحال؟ ليه؟ هو السي او جي فين؟ عند السكند سيرفايكل قصدي سكند. طبعا ده حاجه تخيليه مش موجوده بجد. تمام. طيب لو انت شكل جسمك او وضع جسمك مختلف، انا شلت شنطه تقيله على كتفي فاضطريت ان انا اعمل كده، هو هيحصل له شيفت صح؟ او واحده حامل فماشي عامله كده صح؟ ماشي الحال؟ او انت شايل شنطه تقيله على ظهرك فبتبقى مايل لقدام شويه، ماشي؟ طيب ده متعب لجسمك ولا مش متعب؟ متعب. ليه متعب؟ لان السي او جي بتاعك ما هوش في مكانه. تمام؟ كل ما يكون السي او جي في مكانه، اتفضل يا باشا.
فكل ما يحصل شيفت للسي او جي خلاص انت بتتعب زياده، فبيسموها هاي انرجي اكسبندشر، يعني انت بتبذل طاقه عاليه جدا. تمام؟ فكل ما جسمك يبقى في حاله من البالانس، البالانس يعني ايه؟ يعني السي او جي في مكانه، انت مرتاح، انت جسمك مرتاح. تمام؟ طيب حصل شيفت للسي او جي، انت هتبذل طاقه عاليه عشان تحافظ عليه، والا تقع زي الشخص اللي شايل شنطه تقيله قوي على كتفه. تمام؟ هو مايل كتف طبعا، ما هوش في الشارع بيمشي عامل كده، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحاول يعدل نفسه. ليه بيحاول يعدل نفسه؟ لان لو فضل ماشي كده هيقع. فطبعا عشان يعدل نفسه المصلز اللي هنا بتعمل كونتراكشن عشان تعدله، فمعنى كده ان الطاقه بتاعته ايه؟ عماله تستنزف بسرعه، فبعد شويه تلاقيه تعب. خلاص؟ طيب انما لو الوزن اللي شايله شايل يمين زي شمال، السي او جي في النص، فبالتالي المصلز بتاعته ما تعبتش. تمام؟ فاللي احنا بنتكلم عليه ده بنسميه اللي هي رقم 4 اخر واحده خلاص لو حد معاه الكتاب، بنسميها decrease او reduce energy expenditure. يعني كل ما السي او جي بتاعك يبقى في مكانه وجسمك موزون انت مرتاح. الناس اللي عندهم ديفورمتيز، ايه الناس اللي عندهم ديفورمتيز؟ واحد عنده سكليوزس او عنده كيفوزس، تمام، او عامل امبيوتيشن، حته مقطوعه، رجليه مقطوعه مثلا، الناس دي بتتعب جدا. ليه بتتعب جدا؟ لان السي او جي بتاعه مش في مكانه، فهو بيحاول يحافظ على السي او جي يبقى في مكانه، فبيخلي بعض المصلز يحصل فيها كونتراكشن، فبالتالي بيتعب بسرعه. فعشان كده دورنا اصلا اساسا في العلاج الطبيعي ان انت ترجع العيان بتاعك نورمال. عشان كده عمالين يدرشكوا مثلا في الثيرابيوتيك الديفورمتيز بتاعه الباك، سكليوز، كيفوزس، معرفش ايه. هو انت ليه بتاخد الكلام ده؟ عشان تعرف ان ده ابنورمال، ده مش كويس، فتبتدي تصلحه. فيبقى هدفك ان انت بتصلح الشكل ماشي، وفي نفس الوقت بتقلل الانرجي اكسبندتشر بتاع الشخص ده، فيبقى مجهوده كويس. ماشي الحال؟ ما ينفعش واحد مثلا يبقى لعيب كوره على سبيل المثال، او بيعمل مجهود جامد يعني، او حضرتك بتشتغل وعندك ديفورميتي جامده، عندك سكليوزس، عندك كيفوزس جامد، ايه اللي هيحصل لك؟ هتفيص بسرعه. تمام؟ فالهدف اللي احنا بنشرحه كله في الكليه كلها اللي احنا نرجع السنتر اوف جرافيتي سي او جي يبقى في مكانه، فنقلل الانرجي اللي انت بتعملها. بس ده الهدف من كل حاجه. تمام؟